أطلق لاعبون ومسيرون سابقون وفعاليات رياضية ومحبون أنصار نادي المغرب التطواني عارضة تطالب بإقالة الرئيس الحالي رضوان الغازي. وقالت العارضة التي بدأ أنصار نادي يتداولونها على صفحتهم الشخصية بالفيسبوك على النحو التالي: بعد 5 سنوات من الفشل الذريع والعجز كل عن تسيير وتدبير الشؤون المالية والبشرية للنادي وحصد نتائج كارثية وهدر المال العام وعدم الاكتراث بالحقوق المادية القانونية للاعبين والأطر التقنية والإدارية والمستخدمين وسوء التقدير لمستقبل فريق المدينة ولسمعته التاريخية ولتضحيات جماهيره العريضة. وطلب مطلق العريضة بالتدخل العاجل لإقالة الرئيس والجهاز المسير واعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للكشف عن مصير الأموال التي خصصتها الجماعة تطوان وباقي الجهات المدعمة والمستشهرة. كما دعت العريضة السلطات بعقد جلسة مسؤولة لإيجاد بديل في شكل فريق عمل متصف بالكفاءة والنزاهة ضمنه رئيس مقتدر خبير. وطلب الموقعون أيضا بتكوين لجنة البحث والتقصي والدراسة لوضعية مركز التكوين المللين قصد إخراجه من العشوائية إلى العمل الجاد وفق برنامج علمي مخطط له ليصبح هذا المركز كما كان سابقا قاطرة الكرة التطوانية مستقبلا.